ايه ده يا اصحابي؟ ايه الصوت العالي ده؟ مش عارفين يا زيزو، الصوت عالي جدا. بس هو يا اصحابي الصرخه هي على دماغنا، الصرخه هي على دماغنا، تعالوا نستخبى. لا يا زيزو ما تخافش ولا تستخبى ولا حاجه. ايه ده، إيه انتوا بتتكلموا ولا ايه؟ ده صواريخ بتتكلم. ايوه بنتكلم، وكمان هناخدكم معانا الفضاء. انت عايزين تخطفونا ولا ايه؟ اللي معاكوا ده التشرير الراجل ده. لا يا زيزو ما تخافش، احنا مش اشرار، احنا هناخدكم في رحلة معانا الفضاء وهنرجعكم تاني. الله، رحلة حلوة في الفضاء، انا عاوز اروح معاكم، يلا بينا. استنى استنى يا عم، احنا هنروح معاهم ازاي واحنا ما معناش لبس الفضاء؟ احنا هنلبسكم لبس الفضاء، مجرد ما تركبوا على الصاروخ هتلبسوا لبس الفضاء. يلا انا هختار سيمبا اول واحد يجي يركب عليا. الله، انا هطلع الفضاء يا اصحابي، يلا هركب على هالك. يلا بينا يا سيمبا، يلا بينا نطلع الفضاء، واصحابك هيحصلونا بعد ما نطلع على طول. يلا بينا، مع السلامة يا اصحابي. يلا بينا يا زيزو، انت اللي عليك الدور، اركب يلا. يا اصحابي انا هطلع على الفضاء، باي باي يا اصحابي. يا صحابي انا بقيت بقلص كده ليه؟ صحابي عايزين حاجة من الفضاء؟ لا يا زيزو شكرا، احنا هنحصلك دلوقتي احنا كمان. يلا بقى يا اردون، انت اللي هتركب معايا. ده يا خبر يا خبر، هو مفيش الا اللهبل ده اركب معاه؟ اشمعنى اختارنا انا؟ انا ما كنتش عايز اركب معاه اصلا. بتقول حاجة يا أردون؟ لا 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 لا، مش بقول حاجة، أنا جاي معاك أهو، جاي لك أهو. إيه ده؟ أنا بقيت عامل كده ليه؟ يلا بقى مع السلامة يا أصحابي. مع السلامة. خلاص كده يا أردون، احنا وصلنا سطح الفضاء وخلاص، احنا فوق القمر دلوقتي، شايف الكرة الارضية؟ احنا بعدنا عنها خالص. الله، الفضاء شكله جميل جدا. طب يلا بينا يا حبيبي، تعال معايا بقى علشان هجيب السفينة الفضائية ونمشي نتفسح بيها في الفضاء. ايه ده، هو احنا مش هنستنى اصحابنا هنا زي ما اتفقنا؟ لا يا حبيبي، انا لازم اوصل للسفينة الفضائية قبلهم واخدها، انا ما بحبش غير نفسي. ها ها ها، انت شرير فعلا، طول عمرك شرير يا جوكر، اشمعنى المرة دي يعني اللي هتطلع طيب؟ انا مش هاجي معاك وهستنى اصحابنا هنا. انت عارف لو ما جيتش معايا دلوقتي الكائنات الفضائية هتطلع تاكلك وانت لوحدك. ها ها ها، اختار بقى، يا تيجي معايا يا الكائنات الفضائية اللي هنا تيجي تاكلك. يا ماما كائنات فضائية ايه؟ انا بخاف منهم. لا انا جاي معاك، جاي معاك اهو. ايوه كده، تعالى يلا يا حبيبي. يلا بقى جهز يا فلافيلو علشان تطلع الفضاء ويتحصل اصحابك فوق. ايوه طبعا جاهز ومستعد ومشتاق كمان اشوف الفضاء فيه ايه. طب يلا بينا يا حبيبي، اركب يلا على ظهري. يلا بينا يا فلافيلو نطلع الفضاء. ادينا وصلنا الفضاء اهو يا فلافيلو، ايه رأيك؟ ده جميل جدا، بس فين بقيت اصحابنا؟ انا مش عارف، المفروض كانوا يستنونا كلهم هنا، وخاصة الجوكر هو اللي طلع قبلي، المفروض الاقيه هنا. الجوكر ده شرير، انا خايف قوي على اردون ليكون عمل فيه حاجة. ما تخافش ما تخافش، اه هالك جاي هناك اهو، استنى انا هسأله كده. ها يا هالك، ما شفتش الجوكر؟
والله أنا وسبايدر مان كنا بندور عليه دلوقتي مش لاقينه، الجوكر اختفى مش عارفين راح فين. يا خبر أبيض، أردون أردون صاحبنا معاه لا يعمل في حاجة. لا ما تخافش يا حبيبي إن شاء الله هنلاقيه. يلا يلا يا مستر أمريكان، أنت من ناحية دي وأنا من ناحية دي وندور عليه وإن شاء الله نلاقيه. ماشي يلا. ايه ده يا اردون، إيه انت شايف اللي انا شايفه؟ دي السفينة الفضائية. الله الحمد لله انا وصلت لها قبل سبايدر مان وقبل مستر امريكان وكمان قبل هولك. ايه ده انت شرير قوي، ايه ده ما تستناهم يا اخي كده، هم هيرجعوا ازاي لو احنا خدنا السفينة ومشينا؟ مش انا قلتلك ان انا ما بحبش الا نفسي وبحب اخد كل حاجة لنفسي، هتيجي معايا ولا سيبك للحيوانات والحاجات اللي في الفضاء تيجي تاكلك؟ انت كل شوية تقعد تخوفني بالحاجات اللي في الفضاء وتخليني عيط كده، انا مش عايز اجي معاك. خلاص يا حبيبي همشي انا بقى واخد السفينة الفضائية وخليك انت هنا، يطلع لك الكائنات الفضائية اللي عندها عين واحدة وتاكلك وتخوفك. ايه ده على فكرة انت بتضحك عليا، مفيش حاجة هتخوفني هنا، انا لابس لبس الفضاء واقدر اروح يمين وشمال، ودلوقتي اصحابي هيجوا وهيدوروا عليا وهروح معاهم ومش هسيبهم. انت بتتكلم كتير كده ليه؟ يلا يا ابني ما تضيعش الوقت مننا قبل ما هم يوصلوا ياخدوا السفينة مني. اهم تهمك اهم جم هناك اهم، احسن احسن يا جوكر. اخيرا لقيناك يا جوكر، زي عدتك خاين عايز تهرب بالسفينة. ايه ده ايه وانتوا جيتوا؟ انا كنت مستنيكم بقالي كتير هنا ولقيتها قبلكم، اعمل ايه يعني فمستنيكم اهو. لا 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 ما تصدقهوش، ده كدب، ده كان عايز يهرب بالسفينة ويسيبكم. يا ابني اسكت، لا اجيب لك الكائنات اللي بتاكل العيال تاكلك هنا. خد في دماغك يا جوكر يا غشاش. الله الله ايه اللي بيحصل لي ده، ايه اللي بيحصل لي ده؟ الحمد لله ادينا خلصنا منه الجوكر الغشاش، يلا بينا نركب السفينة قبل ما يرجع لنا هنا تاني. عقابه بقى هنسيبه هنا فوق الفضاء ويبقى يوريني بقى هيجي ازاي الارض تاني، يرجع الارض ازاي. يلا يا صحابي يلا اركب السفينة ونمس بسرعة قبل الجوكر ما يجي بسرعة يا صحابي.